لرحلتنا مع كتاب الله مجودا في ليلة تكريم الوالد والراحل الكريم الحاج رمضان أبو زماكة. أسأل الله في عليائه أن يشفع فيه القرآن وأن يشفع فيه الصيام وأن يشفع فيه صلة الأرحام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استكمالا لرحلتنا مع المصحف المجود، نحيا في رحاب آيات الله البينات والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى السيد غنيم، القارئ والمقيم بقرية بردين مركز ومدينة الزقازيق، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فمن افترى على الله
شهد من بعد ذلك فمن افترى على الله شهد من بعد ذلك صار مثلي
ومن بعد ذلك صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا قل صدق الله فاتبعوا إبراهيم حنيفا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا Mm-hmm.
رب يا رب سيدنا يا رب. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونا عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا What?
اتقوا الله يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ويتقوا منكم
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الآية دليل على وجوب الحج عند الجمهور، وبعضهم قال آية وجوب الحج وأتم الحج والعمرة لله. من آيات سورة آل عمران المدنية، أي التي نزلت بعد هجرة الحبيب سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على أرجح الأقوال، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى السيد غنيم في ليلة تكريم المغفور له بإذن الله تعالى الحاج رمضان أبو زماكة. أسأل الله في عليائه أن يتغمده بواسع الرحمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. باسم نجله الموقر الحاج رضا رمضان، أشكركم أيها السادة الكرام على تواجدكم في ليلة المغفور له بإذن الله تعالى، سائلا الله في عليائه أن يجعل سعيكم جميعا سعيا مشكورا وعملكم متقبلا مأجورا. شكرنا للمؤسسة العالمية لإقامة كبرى الحفلات والليالي القرآنية، إدارة المعلم صبري علي، كبرى قصور الضيافة المتنقلة ولؤلؤة الأنوار والهندسة الإذاعية. شكرنا لإخراج عبر شبكات الإنترنت العالمية مهندس ناصر صلاح. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول ربنا تبارك وتعالى فيما تلي آنفا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله بمعنى أنه أمر إلزامي على كل من يستمع إلى هذه الآيات. قال سادتنا وعلماؤنا: إذا ما استمعت النداء في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا، أي أن ما بعد هذا النداء أمر إلزامي من رب الأرض والسماء. كلنا رحنا الجيش، كل اللي راح الجيش كان عندما يسمع كلمة انتباه ولا كلمة. إذا ما استمعت إلى قول ربنا يا أيها الذين آمنوا، يعني انتباه، اسمع للي جاي بعد يا أيها الذين آمنوا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقوى الله في أول سورة الأحزاب بقول ربنا يا أيها النبي اتق الله، فمن باب أولى
أن يكون النداء إلينا نحن أن نتقي الله. وإذا ما استمعت إلى قول ربنا في آيات سورة هود في الآية رقم 112 حينما يقول ربنا لحضرة النبي فاستقل كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إذن فواجب الاستقامة علينا نحن أولى، لأننا كلنا ذنوب ومعاصي، ولن يصل أحد فينا إلى درجة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نتخذ من حياتنا هذه إلى أخرانا، أن نتقي الله في دنيانا حتى ننال رضا الله في هذه الحياة، ويوم أن نلقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة لمن اتقى الله في دنياه وعمل بمقتضى قول الله افعل ولا تفعل. إخوتنا إخوتنا